هناخد كده نظرة سريعة على بعض القوانين الخاصة بشابتر واحد. شابتر واحد فيه جزئين، أول جزء بيتكلم عن دايركت كارنت انديكيتنج انسترومنتس. أول حاجة هنتكلم على الدي سي أميتر. الدي سي أميتر طبعا في البداية خالص عندنا بيبقى جلفانوميتر. الجلفانوميتر عبارة عن موفن كويل بمثله في الدايرة بدايرة كده، دايرة وجواها سهم كأمين كمؤشر. احيانا بسيب الدايره دي جواها مؤشر بس، او ممكن ارسم مقاومه زي ما انتم شايفين هنا كده، برسم مقاومه معاك كده. وطبعا بيمر فيه تيار ضعيف جدا، التيار ده بسميه اي ام او اي فول سكيل، وده بيبقى اقصى تيار بيسبب لي اقصى انحراف للجلفان. زي ما قلنا يبقى ار ام هي الموفين كويل ريزيستنس، والاي ام فول سكيل ديفليكشن كارنت للمين للجلفان عندي، وده بيبقى رمزه في الدايره. طبعا اقصى تيار هقيسه في الدايره هنا اسمه اي ام او اي فول سكيل، وده تيار صغير جدا طبعا عشان انا ازود حساسيه الجهاز لقياس التيار، او ازود التدريج بتاع التيار او الكميه اللي هيقيسها من ناحية التيار. فانا بعمل ايه؟ هنا بتبقى ادي ار ام المقاومة بتاعت الجلفان، وادي اي ام او اي فول سكيل بيمر هنا. ده التيار الكلي اللي انا عايز اقيسه في الدايرة اسمه اي. طبعا الطرفين دول بيتوصلوا توالي في الدايرة، توصلوا توالي في الدايره عشان اقيس تيار الدايره. التيار ده بيبقى كبير جدا، وقلنا اي ام ده بيبقى صغير جدا، فانا بعمل مسار تاني اضافي، مسار تاني اضافي عشان يمر فيه تيار زياده. يبقى اي هنا هتتجزأ لاي ام، وده اي فول سكيل اقصى تيار يمر في الجلفان ويسبب لي اقصى انحراف. والفرق في التيار بين الاي والاي ام او الزياده في التيار اللي اسمها اي شنت هتمر في ار شنت، تبقى توازي. والمقاومه دي ارشنت في الغالب بتبقى اصغر من قيمه ار ام عشان امرر فيها تيار كبير هنا، وبالتالي التيار اللي اقدر اقيسه في الدايره او تيار الدايره يبقى كبير. يبقى ار شنت هرمز لها بار اس اتش، ار شنت دي بتبقى توازي مع ار ام، والاي هنا ده عباره عن اي فول سكيل. يبقى التيار اللي هنا اقصى تيار هقيسه في الدايره او اقصى تيار هقيسه بالاميتر هو اسمه اي، ده بيسبب لي اقصى انحراف اسمه اي ام، اقصى انحراف اسمه اي ام للجلفان. واي شنت هو عباره عن اي ماكسيموم بقيس في الدايره ناقص اي فول سكيل للجلفان. وبالتالي عندي هنا ار ام بتبقى توازي ار شنت، ار ام توازي ار شنت. يبقى الفي ام هو الجهد على الجلفان وبيساوي اي ام في ار ام، تياره في قيمه مقاومته. في شنت بيساوي في ام لان قلنا المقاومتين توازي، والاي شنت بيساوي اي ناقص اي ام. يبقى عندي ار شنت احسبها ازاي؟ ار شنت احسبها ازاي؟ ار شنت عندي بتساوي جهدها اسمه في شنت على اي شنت، جهدها في شنت على اي شنت. الفي شنت هي الفي ام هقسمها على اي شنت. الفي ام عباره عن ايه من فوق؟ اي ام في ار ام على اي شنت. طيب والاي شنت هنا ما احسبهوش طبعا، وما اجيبش الفرق يعني ما اقعدش احسبه مباشره، هو عباره عن ايه؟ اي ناقص اي ام مضربه في ار ام. يبقى ار شنت مباشره بتساوي اي ام في ار ام على اي ناقص اي ام. طبعا ده القانون البدائي. هنا بيقول لك ان التيار الكلي هنا اللي اسمه اي ده عباره عن ايه؟ عباره عن مالتي بلاير هنا مضروب في اي ام، يبقى عباره عن مالتي بلاير من اي ام، يعني عدد معين من اي ام، لان التيار ده وليكن طلع 5 امبير، ونفترض ده مثال تيار صغير 1 مللي، فهتلقى ال 1 مللي ده لو ضربتها في كونستانت قيمه ثابته يطلع لك اي الكليه، هسميها ان. الان او الاي زي ما قلنا هي عباره عن ام ان اي ام، الاي بتساوي ان اي ام، بحيث الان اللي هي المالتي بلاي مين فاكتور، هعوض هنا عن في المعادله اللي فوق دي عن اي بي ان اي ام، ان اي ام تمام. هنلقى هنا اي ام اي ام اخدها عامل مشترك، هتطير مع اي ام فوق يطلع لي هنا في المقام عباره عن ار ام على ان ناقص واحد، وده القانون النهائي اللي هشتغل بيه في المثال. يبقى ار شنت بتساوي ار ام على ان ناقص واحد، مع ملاحظه ان الان بتساوي اي على اي ام. طبعا اللي فوق ده بيقيس تدريج واحد، بيعتمد على قيمه ار شنت، لان ار شنت بتبقى كونستانت وخلاص. طب لو انا عايز اوفر اكتر من تدريج في الاميتر، يبقى اروح لإيرتون شنت، ودي عباره عن ان انا بوفر اكتر من مسار للتيار. بيبقى عندي هنا ببساطه ادي ار ام عندي جلفان، وبيمر في تيار اسمه اي فول سكيل او اي ام، ده اقصى تيار. هنا بجيب المقاومه ار شنت دي بجزئها لثلاث اجزاء كونس، الجزء الاول اسمه ار اي، الجزء الثاني اسمه ار بي، الجزء الثالث اسمه ار سي. طبعا ار شنت هي الكليه التوازي مع الجلفان فوق، اللي هي التوازي دي كلها مع الجلفان، وباخد من طرف بوصله كده، طرف بيبقى للدايرة هو بيبقى السالب أو الموجب، مش مهم الإشارة هنا، لكن هو في طرف بيطلع كده نهائي هيتوصل بالدايرة. والطرف التاني ده داخل على سيليكتور، سيليكتور السيليكتور بيبقى عندي سيليكتور جاي من الطرف الأولاني، وسيليكتور هنا على الطرف التاني
في سيلكتور على الطرف الثالث هنا. عشان اتعامل مع المساله دي او اجيب قيم المقاومات ار سي ار بي ار اي بحيث تديني رنجات مختلفه، بحيث ان الرنج الاول اسمه اي 1 والرنج الثاني اسمه اي 2 والرنج الثالث اسمه اي 3، ببدا من الاقل سنسيتيفيتي، ببدا بالاقل سنسيتيفيتي او اللي بيقيس بيقيس تيار اقل. هبدا بالسيلكتور عندي هخليه على وضع اللي يديني اقل قيمه في التيار. اقل قيمه في التيار طبعا ان يبقى المقاومه الشنط او التوازن مع الجلفانو تبقى كبير. لو رجعنا الدايره فوق هنا ده اي ام بيبقى ثابت تمام. طب لو الاي عندي هنا، لو الار شنط هنا دي بقت كبيره، لما تبقى كبيره ايه اللي هيحصل؟ يبقى التيار الاضافي اللي هيمر فيها هيبقى صغير. لما يبقى صغير وده ثابت اجمعهم على بعض يديك اي اللي هنا دي تبقى صغير. لو ار شنط هنا صغرتها جدا، صغرتها هيحصل ايه للاي شنط؟ هيبقى كبير، هيمر فيها هتسمح بمرور تيار اكبر، فبالتالي اي الكليات دي تبقى، فاي الكليات تبقى اكبر في حاله ان ار شنط تبقى صغير، واي توتال تبقى قليله في حاله ان ار شنط تبقى كبير. يبقى اي تبقى قليله في حاله ان ار شنط تبقى كبيره، لان اي شنط وقتها هيبقى صغير. هحط على التدريج الاول اللي اسمه اي 1. اي 1 ده هيديني اقل تيار. ليه؟ هنعتبر هنا ان الجزء ده مش موجود والجزء ده مش موجود عندي. هيبقى هنا السيلكتور اهو على الطرف ده، وهيبقى عندي واخد المقاومه ار اي وار بي وار سي، كلهم دول كانهم مقاومه واحده اسمها ار شنط، هتبقى توازي مع ار ام، ودي اقصى قيمه للمقاومه اقدر احصل عليها من المجزئ اللي هنا ده، اقصى قيمه احصل عليها من المقاومه من المجزئ اللي هنا، وقتها احصل على اقل تيار، وبالتالي اي 1 ده اقل تيار، هتبقى هنا ار اي زائد ار بي ار سي دي كلها اسمها ار شنط، في نفس التوقيت هيبقى المقاومه دي كلها هتبقى توازي مع ار ام، لان انا باخد التدريج اللي بره هنا اللي هو اي 1 لاقل قيمه من ناحيه التيار. يبقى اقول فور اي 1 رينج ار شنط هتساوي ايه؟ ار ام مباشره على ان ناقص 1 اللي هي قلناها من شويه. الان بتساوي ايه هنا؟ عباره عن اي على اي ام، بس خلي بالك انهي اي؟ تبقى اي 1. يبقى الاي هنا عباره عن اي 1، يبقى اكتب هنا اي 1. وار شنط بتساوي ار اي زائد ار بي زائد ار سي، ودي اول معادله. هروح للرينج الثاني ان انا اخلي مين الاميتر عندي على اي 2. لما يبقى على التدريج اسمه اي 2 اعتبر ده مش موجوده ودي مش موجوده. لما انا اخليها على التدريج اي 2 هيبقى عندي ايه؟ هيبقى اداء مقاومه الجلفانو، هتلقى ار اي ومقاومه الجلفانو بقي توالي، لان قلنا الجزء ده اتلغى مش موجود. يبقى ار ام وار اي هتبقوا توالي، وهتبقى ار بي وار سي هي الشنط المره دي، هي هتبقى الشنط المره دي، هي دي مقاومه الشنط. هتلقى مقاومه الشنط هنا صغرت. ليه؟ ان انت واخد مقاومتين بس، فبالتالي اي 2 تدريجه هيبقى اكبر من اي 1. اي 2 هيبقى اكبر من اي 1 في التدريج. ليه؟ لان انا خدت ار بي وار سي بس من الثلاثة، أما ار اي دي اضافت لمين؟ اضافت للجلفان فوق، هتبقى توالي معاه. فعشان كده هقول هنا إن الفولت على بي ار بي وار سي اللي هو الفولت على ار بي وار سي اللي هما الاتنين دول لما اجمعهم هيساوي الفولت على الاتنين دول، لأن الاتنين دول توالي والاتنين دول توالي، ودول مع دول هيبقوا توازي. يبقى الفولت على ار بي زائد ار سي هو نفس الفولت على ار اي وار زائد ار ام. الفولت على ار بي زائد ار سي عبارة عن ايه؟ مجموع المقاومات في التيار. طب التيار اللي هنا ده اللي هيمر في الجزئيه دي عباره عن ايه؟ خلي بالك التيار الكلي هنا ده اسمه اي 2، التيار اللي هنا اسمه اي 2، والتيار اللي هيمر في الار ام اسمه اي ام، وهيمر في ار اي اسمه اي ام، لان الاثنين توالي، الاثنين دول توالي، هيمر هنا تيار اسمه اي ام، وبالتالي عندي التيار اللي هيمر في البرانش ده عباره عن ايه؟ البرانش ده مع البرانش اللي هنا ده توازي، يبقى التيار اللي هيمر هنا عباره عن التوتال اللي هو اي 2 ناقص التيار اللي هيمر في البرانش اللي فوق اللي هو اسمه مين؟ اسمه اي ام. يبقى اي 2 ناقص اي ام ده تيار البرانش اللي هنا ده، تمام؟ في قيمه المقاومه اللي هي مجموع الاثنين بيساوي اي ام، اي ام عندي في محصله المقاومتين دول اللي هي ار اي زائد ار ام. طبعا ببساطه انا هفك الاقواس كده وهخلص الموضوع ده خالص، وهفك طبعا وهخلي اي 2 في طرف، وبعد كده هخلص الموضوع ده كله. انا في الاخر محتاج ار بي زائد ار سي، ار بي زائد ار سي، ار بي زائد ار سي هتطلع في النهايه عندي عباره عن اي ام في ار شنط زائد ار ام على اي 2، تمام؟ طبعا اي 2 انت معروف لان ده تدريج، او انت عايز الاميتر يقيس على التدريج ده كام اقصى قيمه يقيسها، فده معروف. الاي ام ده اقصى تيار بيقيسه الجلفان، ار شنط دي محسوبه من معادله واحد اهي اللي فوق، تمام؟ وار ام دي عندك بتاعه الجلفان، تقدر تحسب ار بي زائد ار سي. وطبعا ايه؟ خلي بالك هنا ار بي زائد ار سي هنا نفس المعادله فوق، الار شنط عباره عن مجموعه ثلاثه
ارشنت عبارة عن مجموعة تلاتة. طيب عندك ار بي زائد ار سي، عندك قيمة مجموعة تلاتة وعندك مجموعة اتنين، تقدر تجيب التالتة، التالتة اللي اسمها ار ايه. ار ايه بتساوي ايه هنا؟ عبارة عن ارشنت اللي هي من معادلة واحد اللي هي مجموعة تلاتة ناقص مجموعة الاتنين دول، يطلع لك ار ايه. هروح للتدريج التالت. التدريج التالت مباشرة نفس الفكرة. لو احنا رجعنا للدايرة، لو رجعنا للدايرة، لو انت حطيت على التدريج التالت، لو انا حطيت على التدريج التالت اللي هنا ده هنا، هتبقى ايه؟ اعتبر ده مش موجودة، اي اتنين مش موجودة، واي واحد مش موجود. هحط على التدريج التالت، هتبقى ار سي بس اللي موجودة في البرانش ده. البرانش التاني هتبقى ار ام وار اي وار بي، التلاتة دول توالي، تبقوا دول توالي، وار سي بس اللي هتبقى هي شنط، هي اللي هتبقى توازي. وهي انا خدت كده مقاومة واحدة من التلاتة، يبقى انا كده انا خدت اقل قيمة للمقاومات. ار سي دي هتبقى مقاومة من التلاتة، فبالتالي حصلت على أقل قيمة لمحصلة المقاومات التلاتة، وبالتالي هيديني أعلى تدريج. يبقى الـ I تلاتة ده أعلى قيمة في التلات تدريجات. نفس الفكرة، يبقى الفولت اللي على RC، الفولت اللي على الـ RC بيساوي نفس الفولت اللي هو في البرانش ده اللي هو ده وده وده. يبقى التيار اللي هنا يبقى RC فيه التيار الكلي اسمه I تلاتة ناقص IM، لأن التيار اللي هيمر هنا عبارة عن التيار الكلي I تلاتة ناقص تيار البرانش التاني اسمه IM، بيساوي طبعا هنا البرانش ده هيمر فيه تيار اسمه IM مضروب في مجموعة ثلاث مقاومات، مضروب في مجموعة ثلاث مقاومات دول، تعمل العلاقات زي ما احنا عملنا في الجزئية اللي فوق، هتحصل على المعادلة النهائية دي، ان ار سي بتساوي اي ام في ار شانت زائد ار ام على اي 3. اي 3 ده معروف طبعا لان ده تدريج انت عايز تحصل عليه، فانت عارف قيمته. اي ام ده معروف، وار شانت وار ام، ار شانت من معادلة واحد، وار سي انا حصلت على ار سي. طب عندي ار ايه؟ طب نقدر نحصل على ار بي؟ ما انت عندك ار سي بي زائد سي من معادله 2 بتساوي قيمه، هتطلع قيمه هنا، وعندك ار سي اطرح دي من دي يطلع لك ار بي. يبقى ار بي ان تطرح معادله 2 ناقص 3 يطلع لك ار بي. يبقى زي ما احنا قلنا عشان تحل مساله اي مساله للاميتر، ان انا ابدا بالتدريج الاقل. ابدا بمين؟ التدريج الاقل. ادور فين التدريج الاقل؟ خلي بالك ده انا مثبت الطرف ناحيه الشمال، ممكن الطرف اللي هتثبته ناحيه اليمين، والمقاومات دي السلكتور يبقى ناحيه الشمال. انت دور دايما في المساله على اقل تدريج وابدا منه، اقل تدريج وابدا منه. نروح للفولتوميتر. طبعا نفس الجلفانو ده، نفس الجلفانو ليه مقاومه اسمها ار ام. لو انا مصلت معاه مقاومه كبيره على التوالي، مقاومه كبيره على التوالي اسمها ار اس، وخدت الطرفين النهائيين دول ووصلتهم في الدايره، هيعملوا كفولتوميتر بحيث انه وصل الطرفين دول توازي، هيتم توصيل الطرفين دول توازي على الحاجه اللي عايز اقيس لها الفولت، سواء كانت مقاومه او ايا كان اللي هوصل عليه. طبعا هنا قيمه ار اس بتبقى كبيره طبعا، اكبر من ار ام، او بتبقى قيمتها عموما كبيره عشان اقدر احصل على تيار صغير مسحوب، والتيار الصغير المسحوب هيبقى اي ام في الدايره، لان اتفقنا ان الماكسيمم كرنت هيمر في الار ام هو اي ام، وبالتالي تيار الار اس برضه هو نفس تيار الاي ام. ده الماكسيمم عندي، الماكسيمم عندي ده اللي هيسبب لي اقصى انحراف للجلفان، وبالتالي اقصى فولت اقيسه من الجلفان او عن طريق الجلفان في هذه الحاله اللي بيسبب لي اقصى انحرافها، يبقى الار اس هي المالتي بلاير ريزيستور، والاي ام هو الايفولسكي. طبعا عشان اتعامل مع مسائل الجلفانو كفولتميتر، اول حاجه محتاج احسب السنسيتيفيتي، لازم السنسيتيفيتي تبقى عندي. السنسيتيفيتي عباره عن ايه؟ عبارة عن مقلوب تيار الايفول سكيل، مقلوب تيار الايفول سكيل. وطبعا التيار هو عبارة عن فولت على مقاومة، فولت على مقاومة، وبما ان القانون هنا ده بيقول واحد على التيار، يبقى هو عبارة عن اوم لكل فولت، يبقى السنسيتيفيتي عبارة عن اوم لكل فولت. في قانون بيقول لك ان الاس دي، انا لما اضرب السنسيتيفيتي في الرينج بتاع الجلفانو او الرينج بتاع الفولتميتر، السنسيتيفيتي في الرينج يديني المقاومة الكلية بتاعت مين؟ بتاعت الدايرة. تاني لما اضرب السنسيتيفيتي في الرينج يديني ار توتال، يديني ار توتال بتاعت مين؟ الدايره. طب ار توتال بتاعت الدايره عباره عن ايه؟ ار اس زائد ار ام، ار اس زائد ار ام. يبقى ار اس زائد ار ام بتساوي السنسيتيفيتي في الرينج، يبقى وقتها تقول الار اس بتساوي السنسيتيفيتي في الرينج ناقص الار ام. مالتيبل رينج دي سي فولتوميتر، ان هو عنده برضو الجلفانو ميتر اهو، ليه مقاومه اسمها ار ام، التيار اللي بيمر فيه اي فول سكيل طبعا اللي هو اي ماكسيمم او اي ام. هيحط ثلاث مقاومات هنا كونستانت، وثلاث مقاومات دول هياخد منها ثلاث اطراف، الثلاث اطراف دول هيبقوا ايه؟ عباره عن سيلكتور ياخد منها طرف واحد، يبقى يجي من هنا ياخد طرف واحد، والثلاث مقاومات هيطلع منهم ثلاث اطراف على سيلكتور، والسيلكتور ده هياخد منه طرف واحد، الطرفين دول النهائيين عندي دول بصين في الدايره عشان اقيس بولت. عندي السيلكتور رقم واحد او رينج واحد ورينج اتنين ورينج تلاته.
انهي واحده فيهم اعلى في الرينج من ناحيه الفولت؟ طبعا هتبقى واحد. ليه؟ لان عندي مقاومه هنا واحده من الثلاثه، فلما باخد مقاومه واحده، لان اصلا هنا لو لاحظت كده في الدايره البسيطه دي الفولت اللي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن اي ام في محصله مقاومات الدايره، يبقى عباره عن اي ام في ار اس زائد ار ام، يديك الفولت اللي هنا ده اقصى تيار او اقصى فولت، سوري اقصى فولت يقيسه الفولتميتر، يبقى عباره عن اي ام في ار اس زائد ار ام. فبالتالي ار اس دي لما تبقى كبيره تبقى كبيره، يبقى الفولت اللي هيقيسه الفولتميتر القيمه بتاعته كبيره او الرينج بتاعه كبير. انا لما اخد مقاومه واحده، مقاومه واحده هنا عن طريق السلكتور الاولاني ده اخليه هنا، لما اخليه هنا دي يبقى دول اكنهم مش موجودين، يبقى على السلكتور على واحد هنا، يبقى انا باخد مقاومه واحده، مقاومه واحده يبقى الفولت اللي بقيسه والرينج بتاعه صغير. لما اخليه على اتنين، على اتنين يبقى خلي بالك لما اخليه على الرينج اتنين يبقى انا خدت ار بي وار اي، خدت ار بي وار اي في نفس التوقيت، فبالتالي انا زودت قيمه المقاومه كده، وبالتالي الفولت اللي هقيسه في الحاله الثانيه دي هيبقى اكبر. لما اخليه على الرينج 3 يبقى عندي هاخد ار سي وار بي وار اي الثلاثه، الثلاثه في هذه الحاله، وبالتالي هيديني فولت اعلى. يبقى هقول ان السنسيتيفيتي عباره عن مقلوب التيار فول سكيل ام لكل فولت على الرينج رقم واحد، ده هيبقى اقلهم في الفولت. هحسب قيمه مقاومه ار اي مباشره. ار اي احنا قلنا الاس في الرينج بيساوي ايه؟ خلي بالك في الرينج، الرينج اللي هو انت هتقيسه في المره الاولانيه اللي هو الرينج بتاع مين؟ السلكتور لما يبقى على واحد، هضربه في السنسيتيفيتي يديني ايه؟ يديني محصله او الار توتال اللي في الدايره. ار توتال في الدايره عباره عن ايه؟ عباره عن ار اي زائد ار ام في الحاله دي، ار اي زائد ار ام، يبقى ار اي بتساوي ار توتال اللي هي السنسيتيفيتي في الرينج ناقص ار ام. طب ما حدش يقول لي ار بي وار سي معانا، لما انا احط السلكتور على واحد ار بي وار سي مش معانا، بيبقوا مش معانا في الحسب. لما انا اشتغل على رينج 2، رينج 2 هنا كده، رينج 2 يبقى عندي ار بي هتظهر في مين؟ في الدايره، ومعانا ار اي برضه. خلي بالك عندي ار بي وار اي، احنا قلنا ان على السيلكتور على وضع 2 هيبقى في رينج جديد اسمه الرينج الخاص بوضع 2، يبقى الاس في رينج 2، الرينج الجديد رينج 2، لما اضرب الاثنين في بعض يديني ار توتال في الدايره. طب ار توتال في الحاله دي بتساوي ايه؟ بتساوي ار بي زائد ار اي زائد ار ام، يبقى ار بي بتساوي ايه؟ ار توتال ناقص ار ام زائد ار اي. خلي بالك ايه؟ الناقص دي في قوسين هنا. لما انا احط على الرينج الاخير اللي هو 3 ده الماكسيمم عندي 3، اعمل ايه؟ يبقى ار توتال في الحاله دي بتساوي ايه؟ هتلقى ار اي وار بي داخلين معاك في الدايره زائد الار سي زائد ار ام، يديك دي الار توتال بتاعت الدايره. يبقى الار توتال عباره عن الاس في الرينج 3 بتساوي ار سي زائد ار ام زائد ار اي زائد ار بي، وبالتالي مباشره الار سي بتساوي ار توتال اللي هي اس في رينج 3 ناقص محصلة باقي المقاومات. نروح للأوميتر. الأوميتر ببساطة إن نفس الفكرة، عندنا جلفانوميتر وبيوصل معاه مقاومة، أدي جلفانوميتر وبيوصل معاه مقاومة توالي اسمها أر زد. أر زد دي قيمتها كونستانت طبعًا، أر زد قيمتها كونستانت، زي لما أنت تجيب مقاومة متغيرة كده. الفكرة أنت بتقول له عايز مقاومة متغيرة 10 كيلو أوم أو 100 كيلو أوم، فإزاي هي متغيرة وإزاي في نفس التوقيت بتقول له عايزها 10 كيلو أوم أو 100 كيلو أوم؟ الماكسيمم بتاعها 100 كيلو أوم أو الماكسيمم بتاعها 10 كيلو، لكن هي بتبقى متغيرة داخل النطاق ده، فبالتالي أر زد دي عبارة عن مين؟ قيمة ثابتة معروفة. فأنا عشان هي ثابتة بقسمها لجزئين، جزء ثابت اسمه 9/10 أر زد، 9/10 ار زد، وبخلي في حاجه اسمها 1/10 ار زد، دي جزء صغير متغير، هنعرف ليه دلوقتي. يبقى ار زد دي قيمتها ثابته ومعروفه، فانا بجزئها لجزئين، جزء 9/10 ار زد وده بيبقى ثابت، 1/10 ار زد ودي قيمه بتبقى متغيره، وبيبقى عندي بطاريه. دايما في دايره الاميتر او الفولتميتر مش بوصل بطاريه، ليه؟ لان الجلفانو عشان ينحرف بيسحب التيار من الدايره، لكن انت في الاميتر بتقيس مقاومه، فانت بتحط المقاومه بين الطرف اكس وواي، فبالتالي مش محتاج ان انت تبقى موصلها في الدايره عشان تقيسها، بتبقى خارجيه. الجلفانو هينحرف ازاي؟ الجلفانو معروف عشان ينحرف لازم يبقى فيه تيار بيمر في الدايره، فانا اجيب له تيار من فين؟ فانا بحط له البطاريه اللي انتم شايفينها دي، يبقى البطاريه دي لتغذيه الجلفانو عشان ينحرف. دايما لما تبص في الدايره وتلاقي في بطاريه تعرف ان هو اوميتر، وبين طرفين اكس وواي بحط ايه؟ قيمه المقاومه. اول حاجه بعمل كاليبريشن في البدايه. كاليبريشن ازاي؟ ان انا بين اكس وواي بعمل شورت سيركت. شورت سيركت يعني المفروض، شورت سيركت يعني المفروض ان هو يقيس مقاومه زيرو، يقيس مقاومه زيرو، وقتها اخلي الجلفانو ينحرف على اقصى درجه، ينحرف الجلفانو على اقصى
درجة، وبالتالي وقتها اقدر احسب الار زد. ليه؟ انت بيبقى عندك الار ام، ار ام معروف، هو انت بتبقى عارف البطارية اللي انت حاططها في الدائرة اللي اسمها اي، هيفضل عندك ار زد، فبالتالي تقدر تحسب ار زد كام بالظبط. يبقى ار زد تحسبها، تروح ازاي احسبها؟ اقعد اغير في المكون المتغير الصغيرة دي لغاية ما احصل على الاي فول سكيل، او اخلي الجيلفانيو ينحرف لاقصى قيم. وبالتالي الاي فول سكيل بيساوي ايه؟ اللي هو تيار الدايره بيساوي البطاريه على محصله المقاومات، البطاريه على محصله مقاومات ار ام زائد ار زد. يبقى تاني بحط الواحد من عشره ار زد دي متغيره لغايه ما اعمل كاليبريشن، ان انا احط بين اكس واي ده في البدايه شورت سيركت، وقتها احصل على اي فول سكيل ومنها احسب ار زد. يبقى ار زد تتحسب من الاي فول سكيل، كل مره تقيس بالاوميتر مقاومه مع الزمن. مع الزمن كده هتلقى ايه؟ هتلقى قيمة البطارية ضعفت، هتلقى قيمة البطارية ايه؟ ضعفت، قيمة البطارية دي عندك ضعفت، فلما تضعف ده هيأثر على قراءة الأوميتر إنه يقرأ قيمة صحيحة للمقاومة. ليه؟ لأن لما تعمل شورت وتروح تقيس تلقى فعلا مش راضي ينحرف للفول سكيل. ليه؟ لأن البطارية ضعفت، فلما البطارية تضعف قيمة البطارية هنا الإيه هتقل، فبالتالي الأي فول سكيل مش هيديك القيمة الحقيقية، يعني مش هينحرف لأقصى تدريج. فأنا بحط دية متغيره بحيث مع مرور الزمن اعمله كاليبريشن، اقعد اظبطها لما البطاريه تضعف اغير في قيمتها كده، هنا كمان اغير فيها بحيث ان انا احصل على اي فول سكيل تاني كاني بعمله كاليبريشن من جديد، ده في حاله ان البطاريه ضعفت. فدي لازمه ان الجزء المتغير هنا. يبقى احنا حسبنا ار زد في مين؟ في الحاله الاولانيه. في الحاله الثانيه انت هتحط مقاومه ار اكس فين؟ بين اكس واي. يبقى بين اكس واي هنا هحط مقاومه اسمها ار اكس. يبقى التيار اللي هيمر في الدايره وقتها اسمه اي، بيساوي قيمه البطاريه على مجموع مقاومات الدايره ار ام زائد ار زد زائد ار اكس، وار زد انا هسيبها من فوق. تعال نقسم اي على اي فول سكيل، الاي على اي فول سكيل، اي ادي قانونه، والاي فول سكيل انا حسبته من فوق، قسمت الاثنين على بعض طبعا، هتلاقي قيمه البطاريه طارت عندي وطلع عندي البسط بالشكل ده والمقام بالشكل ده. خلي بالك ده المقام وده مقام المقام، فهتتقلب، يبقى مقام المقام يطلع بسط ومقام البسط ينزل في المقام. المحصلة دي او القيمة دي، القيمة دي هسميها بي، هسميها بي. وبالتالي لو انا ضربت طرفين في وسطين عندي، ضربت طرفين في وسطين كده، لان الاي على اي فول سكيل طيار وقتها لما انا احط المقاومة على اي فول سكيل في حالة ان انا عامل شورت سيركت على طرفي اللي بقيس بيهم المقاومة هيديني قيمة، طبعا القيمة دي اسمها بي. بي فانا بضرب طرفين في وسطين، يبقى حصلت على المعادله ار اكس بتساوي ار ام زائد ار زد على بي ناقص ار ام زائد ار زد. لو انا عايز احصل على مالتيبل رينج اوميتر، نفس الدايره اللي فوق مفيش اي اختلاف، الا انا بحط ثلاث مقاومات هنا، بحط ثلاث مقاومات وبقول ان الرينج الاولاني عباره عن ار، الرينج الثاني عباره عن ار في 10، الرينج الثاني ار في 100. لو عايز على احصل على رينج رابع يبقى ار في 1000 اللي هي الرينج بتاعها بيبقى ب 1 كيلو، وادي قيمة البطارية زي ما هي واكس واي، وباخد هنا سيليكتور.